بتنيس ضل عطيتني سميتني سكيني. ما كل واحدة بتتزلط منين عود بيسموها سكيني، يعني لا بيسموني. يعني انت اتزلطتي؟ انا اتزلطت سموني. سموكي؟ ايوه. ولسه عايشة؟ لا سموني مش سمموني. هفضل مستنيه ابن الحلال لحد امتى؟ انا عايزاه يجي وان شاء الله يكون ابن حرام، ابن 60 كلب. بس اتجوز، اتقيد في كادر المتجوزين، اتجوز لمده 24 ساعه، لمده 12 ساعه، لمده ربع ساعه. نفسي اتجوز يا رب. عندك حبان ومستكه؟ ايوه امال، عندي الحاجات دي كلها، دي بتخلي الاكل فلالي. يا واد انت يا فلالي. الله يكرمك. انا كمان طبيخي يعجبك قوي. الهي يا رب يخلي لي. الشهر التاسع بتخونيني يا شوشو. استنى بس افهمك، انت متجوزني بقالك قد ايه؟ 4 شهور ونص. وانا متجوزك بقالي قد ايه؟ 4 شهور ونص. يبقى 9 شهور اهو ما خنتكش. يخرب بيتك كنت هظلمك. لا يا حبيبي، زهقانة اثار باقي العيادة دي على نافوخك. يا هانم ما يصحش صوتك، ارجوك انت. انا دكتور محترم. محترم ليه؟ حكيم عيون ولا تكونش عايز تعملهم عليا؟ أم زيزي عملت جمعية وطلبت مني أدخل معاها. اعترضت قلت لها لا يا أم زيزي، أنت نصابة ولسه خارجة من 3 سنين سجن. وعادتني إنها تمشي دغري، ومسكت شخص رغيف مقمر قد كده وحلفت وقطعته على عينيها. المهم